بالملموس العلني ومن دون أي لبس، أكدت إيران المؤكد. الجنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أكد وجود جيوش شعبية مرتبطة بالثورة الإيرانية في العراق وسوريا واليمن يبلغ حجمها أضعاف حزب الله في لبنان. في تصريحاته الصريحة التي نقلتها وكالة أنباء فارس، قال سلامي إن الثورة الإيرانية ارتبطت بأواصر مع العراق لتشكل هناك قوات شعبية يبلغ حجمها 10 أضعاف حجم حزب الله في لبنان. سلامي أشار إلى أن سوريا تشكلت فيها أيضا قوات شعبية، معتبرا أن جماعة أنصار الله التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن يمارسون الآن دورا كبيرا كدور حزب الله في لبنان. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده استطاعت أن تشكل قوة ردع تحفظ أمنها وتساعدها على الوقوف في وجه التهديدات على حد تعبيره. ما كشفه الجنرال حسين سلامي تزامن مع تأكيد مسؤولين غربيين ومعارضين سوريين أن إيران أسست بالفعل ما يسمى حزب الله السوري في سوريا كذراع عسكري ضارب تابع مباشرة لها، يقفز فوق القوانين السورية ولا يخضع لسلطات النظام السوري بمختلف مستوياتهم. ووفق مصدر أمني غربي، فإن حزب الله السوري تكون من عدة آلاف من المقاتلين الإيرانيين من الحرس الثوري منحوا أوراقا ثبوتية سورية، ومن عراقيين ويمنيين وأفغان كانوا متفرقين بميليشيات متعددة. المعارضة السورية تقول إن قادة حزب الله السوري إيرانيون ولبنانيون، وتشرف إيران عليه بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عبر قادة من الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في سوريا أو عبر قادة ميدانيين من حزب الله اللبناني. يتزامن هذا مع اختتام الجيش الإيراني مناورات عسكرية واسعة استمرت 6 أيام اختبرت خلالها أسلحة جديدة، وقد جرت في المنطقة الواقعة بين شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي، وركزت على اختبار منظومات صاروخية جديدة، وجربت لأول مرة ما قالت إنها طائرة انتحارية بلا طيار تهاجم هدفها وتنفجر فيه. رمز المصري، العربية.